بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الشكر بداية موصول من بعد الله سبحانه وتعالى إلى جمعية المحامين بشكل عام، وبشكل خاص على المركز الثقافي اللي قائم على هذه الحملة وعلى هذه الدعوة الكريمة، اللي أنا أتشرف وأسعد بأن أنا أطلع عليكم من خلال هذا المنبر أو هذه الشاشة، وهو منبر جمعية المحامين الكويتية. أما بعد، بالنسبة حق موضوع اليوم، موضوع اللي راح أتكلم وياكم فيه هو موضوع الجرائم الإلكترونية. شنو هي الجرائم الإلكترونية؟ ما هي المحظورات؟ ما هي الخطوط الحمراء اللي الشخص لما يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لازم ما يتعداها؟ وهذا الموضوع نظرا لأهميته راح أقسمه إلى قسمين. القسم الأول راح أتكلم فيه ما هي المحظورات، ما هي الخطوط الحمراء، شنو الأشياء اللي ما يصير أسويها لما أغرد أو لما أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أو شنو الأشياء اللي ممكن تخليني أقع تحت طائلة التجريم. هذا الجانب الأول، اللي شنو الأمور اللي ممكن تخليني أقع تحت طائلة التجريم أو أن أنا أكون متهم. الجانب الثاني راح أتكلم فيه أن أنا مو متهم، أنا إذا كنت ضحية، إذا كنت مجني عليه، ما هي الإجراءات أو شنو هي الخطوات اللي أقدر أقدم فيها شكوى وأرفع فيها قضية وأسترجع حقي. فهذا هما الموضوعين اللي راح أبلش وياكم فيها. نروح حق أول موضوع، وهي ما هي المحظورات. قبل أن ندش على هذا الموضوع لازم نصحح مغالطة يقع فيها الكثير، وهي أن نسمع وايد أشخاص يقولون أن أنا والله مثلاً الدستور كفل لي حرية التعبير عن الرأي، وأنا بعبر عن رأيي بالطريقة اللي أبيها. هذه أول مغالطة قانونية لازم نصلحها. صحيح أن الدستور الكويتي كفل لي حرية الرأي، ولكن ها لازم نكمل قراءة هذا النص. الدستور الكويتي كفل لي حرية الرأي، لكن ليس بشكل مطلق، ليس في كل شيء، ليس أن أنا أقول كل شيء وكيف ما أريد وكيف ما أشاء. لا، لما نكمل النص لازم نقول أن حرية التعبير عن الرأي في حدود ماذا؟ في حدود القانون. يعني شنو؟ يعني صحيح الدستور كفل الحرية، لكن يجب أن لا أتعدى على حريات الآخرين، يجب أن لا أتعدى على الخطوط الحمراء اللي وضعها القانون، ما يصير أتجاوز الخطوط الحمراء. لذلك حريتي في التعبير عن الرأي ليست مطلقة، ليست في كل شيء، وإنما يسمونها نسبية، يعني مقيدة بخطوط حمراء. إنزين، هذه أول مغالطة نصلحها. بما أن صلحناها، إنزين عرفنا الحين أن لازم ما تعدى على حريات الآخرين، ولازم ما تعدى هذه الخطوط الحمراء. سؤال، شنو هي الخطوط الحمراء؟ ما هي المحظورات؟ ما هي الخطوط الحمراء اللي لازم ما أتجاوزها لما أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟ أول خط أحمر، طبعا أنا قسمتهم يعني التقسيمة موجزة خلينا نقول ومختصرة، طبعا هنالك تفصيل كبير لكن هذه التقسيمة موجزة. يعني عندي خط أحمر يسمونه خط، أو خلنا نسميه خط قانون الجزاء، وقانون إساءة استعمال هاتف، وقانون الجرائم الإلكترونية، والوحدة الوطنية، وأمن الدولة. هذول الخطوط الحمراء لازم ما أتعداهم. نروح على أول خط أحمر وهو قانون الجزاء الكويتي. قانون الجزاء الكويتي حط لي ثلاث جرائم ما يصير أتعداهم، اللي هما جريمة السب والقذف والتهديد. لما أنا بستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عبر عن رأيي، لكن ما يصير أسب، ما يصير أقذف، ما يصير أهدد. طبعا السب واضح، يعني ما أقدر أنا أعطي أمثلة على السب، لكن هو واضح أي عبارة ممكن تجرح سمعة الشخص يعني أو تؤذي سمعته. القذف ما هو؟ القذف هو إسناد واقعة أو إسناد خبر معين إلى شخص، وهذا الخبر يستوجب عقابه أو يؤدي إلى أذية سمعته مثلا أو كرامته. شنو يعني هالكلام المعقد؟ نبسطها بالآتي. أنا مثلا أقول حق عن الشخص مثلا أن فلان يمشي واسطات، فلان بايق، فلان حرامي، فلان مرتشي، فلان ما يفقه، فلان جاهل. هذه كلها أمور تعتبر وقاع. أنا قاعد أقول عنه جاهل، هذه واقعة. قاعد أقول عنه بايق، هذه واقعة. قاعد أقول عنه يمشي واسطات، هذه واقعة. هذه أخبار، هذه الوقاع لما أنسبها إلى شخص، هني أنا وقعت تحت طائلة القذف. ليش؟ لأن القذف يقول هو إسناد واقعة، وهذه الواقعة تؤذي سمعته، فما يصير أقول هذه الأمور. وهني نفتح قوسين وملاحظة نقول مهمة. الملاحظة المهمة عفواً، أن وايد أشخاص يعتقدون أو يتوهمون عن طريق الخطأ أن أنا عادي أذكر وسيء إلى الشخص لكن ما أذكر اسمه.
عادي أحط مثلا حرفين مثلا علي البناي عين باء بس خلاص كذي، ما أحد راح يحاسبني ولا أحد راح يعاقبني. هذه إشاعة خاطئة وهذه معلومة خاطئة، لأن القانون ما اشترط أن لازم تحدد الاسم عشان أعاقبك، لا، القانون قال كل من أساء، كل من قذف، كل من سب، كل من هدد. فبالتالي مو شرط أن أنا أحدد الاسم، في حالات حتى لو أنا ما حددت الاسم، حتى لو حددت أحرف ممكن أقع تحت طائلة التجريم. فبالتالي أول خط أحمر. وكذلك أيضا عندنا مسألة التهديد، التهديد أن أنا ما يصير أهدد شخص مثلا في إنزال ضرر على نفسه أو ماله أو سمعته، يعني مثلا أقول له راح أعلمك، راح أوريك، راح أدبك إلى آخره من الكلمات. هذه الأمور، هذه الثلاث جرائم، جريمة السب والقذف والتهديد، تعتبر أول خط أحمر ما يصير أتعداه من خلال الجرائم الإلكترونية أو من خلال استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي، وإذا تعديت راح أتعاقب بناء على القانون. إنزين، إذا أنا ما تعديت هذا الخط الأحمر، ما سبيت ولا قذفت ولا هددت، خلاص أنا فلت من العقوبة؟ أيضا لا، هنالك قاعدة قانونية أو قاعدة تقول أن إذا فلت بالنص هذا لا يعني أنه ما ينطبق عليك نص آخر. بمعنى إذا فلت من خط أحمر هذا مو معناته أنه ما راح تطيح في خط أحمر ثاني. بمعنى أبسط، إذا فلت من جريمة مو معناته ما تعاقب في جريمة أخرى. إنزين، هذا الخط الأحمر الأول. الخط الأحمر الثاني شنو هو؟ الخط الأحمر الثاني والممنوع اللي هو قانون إساءة استعمال الهاتف. قانون إساءة استعمال الهاتف، أنا لما أستخدم الهاتف ما يصير أسيء استعماله. شنو يعني أسيء استعماله؟ مثلا أشهر بالأشخاص، مثلا أنشر أشياء مخالفة للنظام العام والآداب العامة، أحرض على الفسق والفجور. أوكي، تبي تصور، شخص يبي يصور مثلا شاف جريمة، شاف واحد جايبوك، شاف مخالفة قانونية، مخالفة مرورية، يبي يصور صور. احنا ما نقولك لا تصور، بالعكس القانون وياك، صور، ولكن ها عشان ما تقع تحت طائلة التجريم ما يوجه لك اتهام، صور ولا تشهر. شنو يعني صور ولا تشهر؟ صور لكن لا تدزه، لا تنشره في تويتر، لا تنشره في انستغرام، لا تنشره في الواتساب بالجروبات وتقول شوفوا يا جماعه هذا بواك كان صورته. لا، انت فعلا اذا تبي تفيد، فعلا تبي تحقق الفائده، صور هذا الشخص. انت مو تقول تبي تحقق الفائده وتبي هذا الشخص ياخذ جزائه، صور هذا الشخص وروح قدمه الى الجهات المعنيه. الجهات المعنيه والمختصه راح تقول لك مشكور، يعطيك العافيه، تاخذ هذا الفيديو وتحاسب الشخص من غير لا تحاسبك انت، لانك انت قاعد تصور لاثبات حق او لاثبات جريمه. اما اذا صورت وشهرت بس تصور تدز، خلاص انت وقعت تحت المحظور او الخط الاحمر الثاني. كذلك ما يصير تنشر اشياء مخالفه للنظام العام والاداب العامه، اكيد ما يصير تقول انا بصور ولي حريه والدستور كفل لي. لا لا، الدستور كفل لنا حرية مقيدة في حدود القانون، طالما قاعد نحترم القوانين ونظام العام والأداب العامة، فبالتالي احنا وضعنا سليم من الناحية القانونية. فبالتالي ثاني خط أحمر ما يصير أتعداه اللي هو الإساءة أو إساءة استعمال الهاتف. إنزين، أنا الحين ما سبيت ولا قذفت ولا هددت، فبالتالي عديت المطب الأول. المطب الثاني، ما شهرت ولا نشرت أشياء مخالفة للآداب العامة. كذلك أيضا نفتح قوس هني، مسألة الرتويت ومسألة إعادة النشر، هذه مهمة جدا. يا أخوان ويا أخوات، لا حد يسوي رتويت لأي أمر يعتقد أنه هو مخالف، ديروا بالكم، لأن إعادة النشر أو إعادة التغريد أو تدز الخبر، مثلا شفت خبر معين يسيء إلى سمعة شخص أو قد يمس كرامته أنت تدزه، أو شخص مصورينه أنت تروح تدزه بالجروبات، هني أنت بما انك انت كنت بتفيد ربعك وتبتفيد اهلك اللي بالجروب وتبتفيد متابعينك، انت شي ضريتهم. ليش؟ لان انت ومتابعينك وكل اللي دزيتهم ممكن يقعون تحت طائلة التجريم، لان انت دزيتهم، وكل شخص يدز هذا الامر يعتبر قد وقع في المحظور. فيا اخوان، لا حد يدز اي شيء ولا حد يسوي اعادة تغريد لو مهما كان الشخص، حتى لو تثق في كلامه، لكن لازم أنت يكون لك عقل واعي تدرك أنه ما تسوي هذه المحظورات. إنزين، الخط الأحمر الثالث بشكل سريع اللي هو المساس بالكرامة، قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية حط جرائم عديدة، منها إساءة القضاء، ما يصير تسيء القضاء، أعضاء النيابة، ما يصير تنتقد الأمير، ما يصير تصدر الدستور الكويتي تقول الدستور الكويتي مو زين، مو صحيح، أو يعني بشكل تصدر الدستور الكويتي تقول هذا الدستور فاشل، هذا الكلام ما يصير. لكن الجريمة اللي أهم من هذيلا كلهم أو أخطرهم، خلنا نعتبرها اللي هي المساس بالكرامة. هذه الجريمة المشكلة القانون ما حط تعريف واضح ومحدد المساس بالكرامة، وهنا تكمن خطورتها، لأن
أي شخص أو أي عبارة أو حتى فيس، شخص يحط فيس بالواتساب ما كتب ولا كلمة، حط فيس مثلا، قد يقع تحت طائلة الاتهام لأن النص ما حدد شنو المساس بالكرامة. فأي شيء أنا ممكن أعتبره أو أي شيء شخص يقول لك أنا اعتبرت هذا أنه مساس بكرامتي، أنا اعتبرت أن أنت الفيس اللي حطيته، الضحكة اللي حطيتها، الضحكة أن هذه مسيت بكرامتي، تحط فيديوي وتضحك علي هذه قد تعتبر مساس بالكرامة، تحط فيديو وتحط مثلا رموز معينة هذه قد تعتبر مساس بالكرامة. فهذا النص ينطبق على وايد من الأمور. فمو معناته إذا فلت من القذف وفلت من السب وفلت من التهديد وفلت من إساءة استعمال هاتف والنشر ومخالفة آداب العامة ما تقع تحت مطب الأكبر وهو مطب المساس بالكرامة وللأغلب يطيح فيه. فبالتالي هذا أمر خطير جدا يا أخوان، اللي هو المساس بالكرامة، يجب أن لا تكتب أي شيء تشعر أنه يمس بكرامة الآخرين، إضافة إلى الجرائم الأخرى في قانون الجرائم الإلكترونية. المحظور أو الخط الأحمر الرابع اللي هو قانون الوحدة الوطنية، ما يصير أن أنا أثير أو أحرض على فئة معينة أو حزب أو طائفة أو قبيلة أو أي من هذه الأمور أو جنس أو عرق، ما يصير أسوي هذه الأمور، لأن إذا سويت هذه الأمور قد أقع تحت طائلة جريمة الوحدة الوطنية. الجريمة الأخيرة أو المحظور الأخير، الخط الأحمر الأخير، اللي هو مسألة جرائم أمن الدولة، ما يصير أنتقد وأطعن في حقوق الأمير، ما يصير أنشل مثلا كلام يسيء للأمير، لأن الأمير ذاته مصونة ولا تمس، وكذلك الولي العهد، وكذلك ما يصير أنشر إشاعات ممكن تأثر على البلد. مثلا أدز إشاعة أقول والله مثلا أسقطوا القروض مثلا، هذه إشاعة ممكن تضر في اقتصاد الدولة، هذه الإشاعات ممكن تعرضني إلى جريمة أمن دولة أو اتهامي في جريمة أمن دولة. هذه بالنسبة حق الجرائم اللي أنا لازم ما أتعداهم، وإذا تعديتهم ممكن أطيح في تحت طائلة الاتهام. آخر شيء سريعا بس، الحين أنا مو متهم، أنا ضحية، أنا مجني عليه، ارتكبوا فيه جريمة، ما خالفت هذه القوانين، أنا تمت مخالفة القوانين بحقي وصرت ضحية وصرت مجني عليه، شلون أخذ حقي؟ ما هي الإجراءات؟ أول شيء إذا كانت المسجات أو الإساءات عن طريق الدايركت مسج أو عن طريق الدايركت مسج مثلا في الواتساب، رسائل خاصة أو المسج، تأخذ هذه الأوراق وتطبعهم وتكابتشر وتحطهم بفلاش وتطبعهم بأوراق A4 وتأخذهم وتروح إلى مخفر المنطقة تقدم هذه الشكوى أو الإدارة العامة للتحقيقات. أما إذا كان يسمونه في الببليك، الإساءات في الببليك مثلا في تويتر، في إنستغرام العام، في السناب شات، إذا الإساءات كانت هني وكان الفاعل معروف تعرفه وحسابه واضح، خلينا نقول مو فيك، تأخذ نفس الطريقة الأوراق وتطبعهم وتروح تقدم شكوتك في النيابة العامة. أما إذا كان الفاعل غير معروف تروح إلى الجرائم الإلكترونية، فهم بدورهم يقومون بدورهم يدورون لك على هذا الفاعل، وإذا صادوه يحولونك إلى النيابة العامة، ومن ثم الأهم من ذلك تأخذ أرقام القضايا بعد ما تقدم شكوى عشان تقدر تتابعها بعدين وما تتعب في البحث عن القضية وتعرف شو اللي صار فيها من خلال مواقع أو المنصات الحكومية. آسف على الإطالة، أنا الوقت لا يسعفني، لكن أريد صراحة يعني أفصل في هذا الموضوع، لكن أتمنى تكونون استفدتوا. نصيحة أخيرة يا أخوان ويا أخوات، استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا ما نقول ما تستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، بالعكس هي مفيدة، لكن هي سلاح ذو حدين، تبي تنتقد انتقد لكن بأسلوب متزن من غير إساءة، امدح وانتقد بطريقة صحيحة، بطريقة فنية أكاديمية ترفع من متابعينك، يقولون والله هذا مثلا شخص منتقد صحيح. لا، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لكن لا تتعدى على حريات الآخرين ولا تخالف القانون. وشكرا لكم ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر، وتقبل الله طاعتكم.